لقرية اليحمدي قصة جميلة ترويها كتب التاريخ، ويتداولها الأهالي في مجالسهم حول تسميتها بهذا الاسم النابع من الحمد والثناء، كما أنها تتوسط قرى ولاية إبرا بمحافظة شمال الشرقية. اليحمدي هذه حضروه حوالي 3000 حاضر، ويعني شاركوا أهاليها في يعني في إنتاج البسور، في إنتاج التمر، وفي يعني هذه النعمة، وحمدوا الله على هذه النعمة، وسميت اليحمدي بهذه التسمية لكثرة الحمد. فلج اليحمدي المعروف بالعفريت هو الآخر يحمل بين طياته حكاية تضمرها تسميته بهذا الاسم، والتي تعود لمئات السنين. سبب التسمية حسب الروايات، طبعا روايات تتناقل أن في راعي كان ترعى غنم ووجدت ماء تحت شجرة، فرجعت لأهلها أو للجماعة المساكنين، طبعا كانت هي صحراء، وأخبرتهم بالماء وذهبوا يشوفوا الماء، وحاولوا أنهم يعني يوجهوا للبلد، ولكن صار في خلاف بين قريتين في بعض، واللي صار أن باليوم الثاني أن يروحوا مع القاضي وجدوا أن الفرج متوجه إلى اليحمدي. قلعة الظاهر وحصن الحوش وقلعة أولاد جمعة والسور من أبرز الآثار التاريخية لقرية اليحمدي، إضافة إلى الأبراج المتناثرة على أطراف القرية. عراقة بكل تفاصيلها تحكيها قرية اليحمدي بآثارها وأفلاجها ومزارعها وحصونها وتاريخها، فهي مثال للقرية العمانية العريقة. أحمد بن محمد المعمري من قرية اليحمدي بولاية إبرا محافظة شمال الشرقية.